السلام عليكم. اليوم عندكم لي فيرب ديتا. لي فيرب ديتا تبعوهم مزيان باش تفهموهم مزيان. شكرا. السلام عليكم. اليوم سو سون لي فيرب ديتا. لي فيرب ديتا استاذه شنو هما هاد لي فيرب ديتا؟ حنا كنعرفو لي فيرب لو بروميير جروب لو دوزيام جروب اي لو ترويزيام جروب. وشفناك اليوم جبتي هاد لي فيرب حنا راه ما كنعرفوهمش او ما كنعرفوهمش بزاف. اوكي غادي نفهموهم وغنعرفوهم باش كيصلاحوا. اولا غنتعرفوا عليهم داكور. دونك كي سون تيل؟ شكون هما؟ هما لو فيرب اتر، لو فيرب باراتر او اباراتر، لو فيرب افوار لير، لو فيرب دوفونير ou redevenir, le verbe sembler, le verbe rester et le verbe passer pour. D'accord? Waha ustada, donc adouma fiyom shi haja dial le troisième groupe. Là, adouka itsino seulement des verbes d'état. Waha. Lashke islahou. Anan shahlikoum lashke islahou. À quoi sert un verbe d'état? Il exprime qui عبر على un état, la hala ou une manière qui le كيف, une manière d'être qui fait derrière le sujet. D'accord? Et had les verbes d'état, ils attribuent ou la ma fhemtouch attribue ha le synonyme diallo, ils donnent le verbe donner une qualité. Une qualité au sujet. Une qualité, il y a une mise au sujet. Sylvia ou Ijabia. De là, m'naja, l'adjectif qualificatif attribut du sujet. Les exemples latins. Donc, les verbes d'état, les d'abord donne à l'érom. Les verbes d'état, les donne à d'abord à l'érom. خصكم تعرفوهم علاش هما اصلا كاينين. كتعرفوا شنو بعدا ان ادجكتيف كاليفيكاتيف؟ ان ادجكتيف كاليفيكاتيف باللغه العربيه هو النعت. النعت كيتبع المنعوت ديالو ياك. هنا الادجكتيف كاليفيكاتيف كاين ضد صغير ديال الادجكتيف كاليفيكاتيف، وعاد كاين دروس هاودين اللي هما الادجكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت والادجكتيف كاليفيكاتيف اتريبيو. ملي كنقولوا اتريبيو ضروري يكون واحد من هاد لي فيرب، واحد من هاد لي فيرب، واحد من هاد لي فيرب كيجي وكيفرق لادجيكتيف كاليفيكاتيف بين لو سوجي اي لو فيرب. ما فهمناش. واخا انا نعطيكم اكزومبل باش تفهموها مزيان. هنا طون فيزاج ريست تريست. دونك ton visage, je ne peux pas te dire que ton visage triste. Là, il a gagné ton visage triste. Ce n'est pas un adjectif qualificatif attribut du sujet. Là, ce n'est pas, c'est un adjectif qualificatif. On doit mettre là, on doit mettre attribut du sujet. Là, quand on fait le mot lieu, les états, les verbes d'état. L'arcache minhom qui est l'attribut du sujet. Adjectif qualificatif, attribut du sujet. D'accord? Yalla. Donc, exemple où ton visage reste triste. Reste, c'est un verbe d'état. Donc, triste, c'est un adjectif qualificatif, attribut du sujet. Il devient rêveur. Il houa devient oula. كي يسرح كي يسرح ماشي غيفور هي كي يحلم كي يسرح كي يكون شي واحد معاك هو سرحان. دونك غيفور غيفور سيت ان ادجكتيف كاليفيكاتيف اتريبيو دو سوجي ايل لو سوجي نا هو ايل. نمشيو هنايا عاوتاني كاينه هنا لا ميزون اي غروند. Et c'est le verbe être, donc c'est un adjectif, donc c'est un verbe d'état. Donc l'ijé, le verbe d'état, ou un adjectif qualificatif, ou le mise à dialogue à discours, attribut du sujet maison. Elle semble occupée. Ketbel liya hiya, hiya mama ou la khalti ou l'arti, ketbel liya bi enneha mshroula.
مشغولة. Donc, elle semble occupée. Occupée. هنا c'est un verbe. ولكن الصفة ديالو راه بقى جا من بعد لا من بعد لو فيرب ديتا راه ما بقاش فيرب راه ولا ادجكتيف كاليفيكاتيف ادجكتيف كاليفيكاتيف اتريبي دو سوجي ال فهمتوا الدول بال ميم ان فيرب بو بروندر لا بلاس ميم ان فيرب يقد ياخذ البلاصه ديال ان ادجكتيف كاليفيكاتيف اتريبي دو سوجي الا كان من بعد واحد من هاد لي فيرب. دابا انا كنمشي بشويه باش تفهموا ما تقولوش لا راه كتزرب. لا تمبيراتور باري دوس. لا تمبيراتور هو الجو باري هي كيبان ليا دوس هي الجو زوين ما فيهش الصاد ما فيهش البرد يعني زوين شي حاجه لينه شي حاجه زوينه. دونك دوس جاية من بعد ان فيرب ديتا دونك سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف ديال لا تمبيراتور كي بران لا بلاص دو سوجي داكور. دونك دوس ادجكتيف كاليفيكاتيف اتريبي دو سوجي لا تمبيراتور. وعندنا لو ديرنيير اكزومبل هو il paraît sérieux كيبان ليا بانه sérieux يعني انسان جد في العمل ديالو جد. دونك يبان ليا يعني ليطا ديالو الحاله ديالو كتبان لي بانه انسان جيد انسان سيريو معقول فوالا معقول. بون هاد لي فيرب ديتا سون تري امبورطون ا اتر ابري خصهم يتحفظوا بار كور و تريسيتا سور اون فوي وتعقلوا عليهم وتعقلوا بان اي ادجكتيف كاليفيكاتيف جا من بعد ان فيرب ديتا كتزاد عليه بانه اتريبي دو سوجي كنقولوا عليه ادجكتيف كاليفيكاتيف اتريبي دو سوجي اللي هو اتريبي ديال الفاعل. دابا غنبدا ندخل في لي لوسون اللي هما شويه صعاب ولكن شوفوا تصنتوا ليا مزيان ضروري باش تبعوني وباش تفهموا لي لوسون. هاد لا لوسون elle est trop facile. انا بعدا خديت وقت باش وجدتها لكم وثقوا بيا وجدتها لكم باش تفهموها وتجيكم ساهله. هذه اولا. ثانيا هاد اتريبي دو سوجي راه كاينه عاوتاني لادجكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت ستوب ماشي ايبيتيت دو سوجي ايبيتيت دو نون. حنا الدرس الماجي غادي يكون لادجكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت دو نون. هنا اتريبي دو سوجي والماجي ان شاء الله غادي يكون ايبيتيت دو نون. مهم كيف العاده ترحموا لي على الاب ديالي نقولوا الله يرحم ليها باها والله يرحم خويا علال والله يرحم والدينا ووالديكم ربي هو اللي كيخلص. يلا ابونيفو بوكو دو لايك وانا معاكم واخا ما يكون لا ابوني لا والو لا لايك لا والو انا غنبقى معاكم لحقاش انا وعدتكم. دونك نتوما ضامر الا نتوما يا كتشوفوا بان هادشي مزيان غتعرفوا واش غديروا شتو ماشي مزيان عارفين اش غديروا. يلا السلام عليكم.